لماذا يفهم من التحذير الذي أطلقه 5 من أعضاء الكونغرس الجمهوريين ومطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفتح تحقيق حول انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من قبل وزارة النفط العراقية؟ طبعا هذا التحذير ليس جديد، الجمهوريون منذ فترة يعني يقومون بمحاولات لدفع بايدن لمحاصرة إيران، يعني مع التأثيرات وتداعيات الحرب في غزة، والجمهوريون يحولون ملفات الصدام في الشرق الأوسط إلى ورقة انتخابية ضاغطة على بايدن. هناك مؤشرات لاقتراب بايدن من إيران لتأجيل الضربة، يعني أو لنقل إنهاء حالة المواجهة المفتوحة أو الحرب المفتوحة. تقوم إدارة بايدن بجهد سياسي واضح لتقريب وجهات النظر، وحتى بوزيشكيان خرج قبل يومين بحوار أنا شاهدته بإحدى القنوات الإيرانية ويتحدث عن نوع من أنواع الصفقة التي تجريها إدارة بايدن. طيب، ولكن يعني هل يعقل أن تقوم وزارة النفط العراقية بهذه الخطوة؟ ألا تدرك العواقب المترتبة على خطوة كهذا؟ هناك لوبي داخل الوزارات العراقية، يعني الوزارة العراقية ككيان ليست معنية بهذا الموضوع، ولا يوجد توجه حتى لحكومة السيد السوداني بأن يعني تتداخل بين إيران وأمريكا. السوداني يبحث عن النأي عن مساحات تجاذب التي تصنعها الثنائية الأمريكية الإيرانية، فليس من المعقول أن تذهب وزارة مهمة جدا من وزارات حكومة السودان بهذا الاتجاه. ولكن هذه اللوبيات الحقيقة، أو ما أسميها أنا بالديب ستيت أو الدولة العميقة التي تحرك فكرة المصالح، هي يعني مثل الفصائل التي تحرج الدولة أمنيا مع أمريكا والعالم. هناك فصائل، ولكن الفصائل الاقتصادية الحقيقة تساهم بتهريب النفط الإيراني وخلط يعني النفط الإيراني مع صادرات النفط العراقي. هذا أمر موجود من زمان، يعني ليس مرتبطا منذ عقوبات أمريكا على أو العالم على أحمد النجاد في فترة أحمد النجاد، وإيران تلجأ إلى طرق غير شرعية واضحة جدا وتبيع نفطها خصوصا إلى الصين، يعني يعني أسعار رخيصة جدا وبطرق تهريب مبتكرة. يعني فهذا الأمر معروف ليس جديد، ولذلك قلت لحضرتك في بداية التداخل إنما يطرح الجمهوريون هو لا ليس فيه جديد، الجديد هو انعكاسات هذا الطرح على ما يحصل في الداخل الأمريكي وما يحصل في منطقة الشرق الأوسط، والعلاقة بين إيران وأمريكا من جهة وأمريكا والعراق من جهة أخرى، هو تفكير بقواعد هذه الرؤية. ولكن بشكل عام هناك ميليشيات اقتصادية موجودة، والآن المشكلة في البلد هي مشكلة التداخل بين الاقتصاد والسياسة ورعاية بين المزدوجين السياسيين بالفساد، يعني قضية نور زهير وما يحصل، هذا كله باكج واحد مرتبط. طيب، هناك دولة عميقة تتحرك بأذرع ترعاها الأحزاب الحاكمة في العراق، هذا واضح جداً.